الأرجنتين والقارة الأمريكية ودول العالم تحتفل بالبابا الجديد. رغم أمال سكان الأرجنتين بأن يكون البابا من بينهم، لم يتوقع كثيرون أن تتحقق هذه الأمنية بوصول خورخي ماريو بيرغوليو إلى السدة البابوية، بما أنه أول بابا من خارج القارة الأوروبية ومن أمريكا اللاتينية بالتحديد التي تعتبر خزان الكاثوليك في العالم. الشوارع في الأرجنتين امتلأت بالمؤمنين الفرحين بانتخاب حبر أعظم من بلدهم، أما وسائل الأعلام الأمريكية فعاشت فرحا عند أعلان اسم البابا الجديد، معربة عن سعادتها بأن يتم اختيار بابا من القارة الأمريكية للمرة الأولى. Tonight, a pope from the Americas. Fratelli e sorelle, buonasera. من كل أنحاء العالم توالت ردود الفعل المرحبة بانتخاب البابا الجديد، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعرب عن فرحه لوصول بابا من الأمريكيتين، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. كما رحبت روسيا والكنيسة الأرثوذكسية بانتخاب رأس الكنيسة الكاثوليكية الجديد، فيما أعربت رئيسة الأرجنتين عن بالغ فرحها لانتخاب ابن بلدها على رأس الكنيسة.